دمشق جوبر 18/2/2013. الله أكبر الله أكبر. اشتباكات عنيفة الآن على حي جوبر، في حي جوبر الدمشقي، وقصف الهاوين وأشلاء هؤلاء الشبيحة بفضل الله عز وجل تتناثر، بالإضافة أيضا إلى تدمير عدد من آليات ومنها هذه الدبابة على المتحلق الجنوبي. الله أكبر الله أكبر العزة لله. هذه قذائف أيضا الدبابة بعد أن تم تدميرها على أيدي المجاهدين الأبطال بفضل الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه أشلاؤهم وأشلاء أيضا الدبابة التي كانوا يتمترسون بها بفضل الله عز وجل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر العزة لله. الله أكبر.